السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي هاتف سامسونج كورلايت 4G، أريد يعني تغيير كونكتور هذا الشحن لا يشتغل، نود الآن أن نزعه، ولكن قبل النزع يجب حماية مايك ديجيتال. هذا المايك ديجيتال قمت يعني بوضع منديل، قمت بوضع منديل ورقي هكذا على مايك ديجيتال وسد ثقب بالشريط اللاصق، ثم وضع هذا قطعة من هذا المنديل على فوق المايك ديجيتال وقمت بوضع اللصاق. لماذا المايك هذا المنديل هذا؟ لأن هذا المنديل يحمي المايك من الحرارة، يمتص تلك الحرارة، وفي نفس الوقت يمتص الرزينة. إذا تسربت الرزينة تحت هذا الشريط اللاصق يقوم يعني هذا المنديل بمص هذا الرزينة، لكن لا تؤثر على المايك ديجيتال. ثم يعني نقوم بإضافة هذا الورق الألوميليوم، نقوم بإضافة ورق الألوميليوم على هذا الشريط هكذا. ثم وضع هذا المقبضة التي نستعملها عند يعني تثبيت شاشة اللمس في الهاتف. كل شيء الاحتياط كله جيد، كل ما قمت باحتياط تقوم يعني بحماية الهاتف. الآن سنقوم يعني بإزالة هذا سميته بهوت اير، نقوم بتوجيه هوت اير إلى خارج البوردة هكذا. بسم الله، يعني بكل خفة قوم هكذا بكل سهولة وبكل سهولة. كما ترون الأرجل لم تنزع، كل شيء على ما يرون. الآن سأقوم بتنظيف المكان، والآن سأقوم يعني بمص هذا الرصاص بهذه الأداة الشفط كما ترون. الثقب هنا واضح، ولكن أحاول مرة ثانية. هكذا وهذه أيضا سأحاول شفت الرصاص القديم هكذا جيد. هكذا الآن سأقوم يعني بوضع بعض الرصاص في هذه الشقة تكون أسفل الكونيكتور. لماذا؟ لكي لا يتفتح هذا الكونيكتور الشحن لاحقا هكذا. ثم أضع بعد الرصاص لتثبيت هذه المنطقة. هكذا نعم، كي لا تنفتح مستقبلا. وقبل كل شيء علي اولا ان يعني اقوم بتجربة هذا الكونيكتور، هل يشتغل ام لا. الان وصلت يعني الكونيكتور بالشحن، ساقوم ب يعني بتجريب هل هذا الكونيكتور يشتغل ام لا. وضعت الفوميت على الفولتاج 20 فولت هكذا، إذن 5.25 فولت الكونكتور يشتغل. هذه أول حاجة أقوم يعني العمل الأول، وهو تجريب الكونكتور الذي سأقوم ب يعني تركيبه. إخواني كما ترون يعني البوردة يعني أصبحت الآن نظيفة، كل هذه الثقوب تم إزالة
اللحم القديم هذا الربع الثقوب بواسطة هذه يعني هذه الآلة هذه لشفط الرصاص القديم. والآن سنقوم بتركيب هذا الكونيكتور كما ترون هكذا عفوا بهذه الطريقة. تم تركيب تلك الأرجل سقطت مباشرة في تلك الحفر في مسارها. الآن سنقوم بلحم هذا الكونيكتور هذا. الآن تم تركيب جميع الأرجل هذو بكل احترافية. إخواني أستودعكم الله وإلى اللقاء إخواني.